هو هنا بالضبط الاشكال هو انه السعيد على الاقل في دستوره هذا الذي يريد ان يفرضه يتحدث عن وظيفه وليست سلطه، معركه كسر عظام حقيقيه. المشكل هذا نقولها بصراحه انه مشكله تنفيذ الاحكام الاداريه ليست جديده. سعيد قبل سعيد وبعده. المشكل الان هو التناقض الصارخ ما بين تصريحات سيد الرئيس سعيد في عندما ابان الحديث عن احكام تقرير دائره المحاسبات وما الان ما ذهبت اليه وزاره العدل، ومن يعني تصريح كونها يعني واضح كونها مش سوف لن تطبق احكام القضاء. حتى نذكر الساده المشاهدين ماذا كان موقف قيس سعيد يوم طالب بتطبيق احكام، ليست احكام، هو تقرير دائره المحاسبات، رغم أن أساتذة القانون يقولوا أنه تقرير دائرة المحاسبات راه مش حكم ذات عكس أحكام المحكمة الإدارية. تنذكر أفكرك إن كنت ناسي. راجعين. لأن محكمة المحاسبات هي محكمة وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي تفضلتم تمكيني من نسخة منه يحتوي على عدد من التجاوزات من مختلف الأصناف. محكمة تصدر تقريرا، محكمة فما جدوى حكم أو قرار أو تقرير بعد انتهاء المدة، وما هي على صعيد آخر مشروعية نصوص قانونية وضعها من لم يحترم قواعد القانون الانتخابي. و هذا موقف سعيد، وهذه مطالبة سعيد يوم استضاف وزيرة العدل جبال واستضاف رئيس محكمة المحاسبات، على الرغم نأكد مرة أخرى تقارير دائرة المحاسبات أحكام تمشي وتتصفى في القضاء العدلي، مش كما الأحكام الإدارية اللي هي أحكام باتة لا تقبل الطعون. لكن في النهاية دكتورة، مهما كانت نضالات القضاة في النهاية تبقى نضالات قطاعية، يعني نريد الناس بها نقول راهو نضالاتهم هذوما يدافعون المرحلة الديمقراطية وكذا، ولكن في نهاية المطاف هم بيناتهم لو كان يلغي الأمر هذا متاع الإعفاء مش يرجع القضاة ياخذوا رواحهم. نضال حقيقي تصنعه الأحزاب السياسية والنخبة السياسية. بعد عام من 25 جويلية، ألا توافقين الرأي أنه ثم استكانة ولا ربما تطبيع خفوت صوت المعارضة الشارع؟ هل يعكس هذا ربما تعب المعارضة، غياب البرامج الحقيقية، الشعب في واد بكل ما يعانيه، والمعارضة الآن لا يصل صوتها كما يكفي، والشعب في النهايه هو مستقيل لا مع سعيد ولا مع المعارضه، والنقله نوعيه تجي لو انه الشعب يمشي مع خطاب المعارضه مش في البيوت. نعم، يعني الشعب في الواقع كانت اول مره معلق امل وكان ينتظر وكان يترقب، وصحيح انه كان عنده ناطق رسمي باسمه سواء كان المنظمات الشغيله اللي تحرك فيه، احنا كنا نذكر زمن الترويكا كان على اقل من ذلك بكثير، يعني اضرابات في كل القطاعات واضرابات عامه وحرق العجلات في الطرقات ويعني مسيرات بالجمله وحركات احتجاجيه يوميه وقطاعات كامله تتعطل مثل قطاع الفوسفات والنفط بقفصه، مما يعني اضرار كبيره بالاقتصاد. كانت هناك حركه اقتصاديه وكان الشارع الاقتصادي متحرك مع الشارع السياسي الاجتماعي والشارع الاجتماعي، ولكن اليوم يعني بالطبع بالموقف الذي اتخذه الاتحاد العام التونسي للشغل بالانحياز للانقلاب او لنقل بقبوله بالامر الواقع ووضع يده نوعا ما بطريقه او باخرى ولو كانت معناها في بدايتها تبدو للناس محتشمه مع الانقلاب،
فبالتالي بالطبع ذلك يؤثر تأثير كبير على تحريك الشارع وعلى تحريك كما قلنا الشارع الاجتماعي. كذلك وسائل الإعلام، يعني وسائل الإعلام كانت صباحا مساء ويوم الأحد الفلفل والطماطم وقفة الزوالي والحديث على الفقر والحديث على هذا الشعب المعاني والمناطق المحرومة والمهمشة، وكان هناك برامج يومية يعني تعبئ الشارع ضد من كان يحكم في ذلك الوقت. اليوم بالطبع إن كان الإعلام غائب على قضايا المواطن وعلى قضايا التهميش والتفقير وغلاء المعيشة وقفة المواطن من جديد، وإذا كان المحرك لهذا هو الشارع الإعلام، صحيح أنه خفت صوته، هذه حقيقة. صحيح أنه المعيشة غلات، هذا مش كلامي أنا، كلام خبراء اقتصاديين، وآخرها أرقام المعهد الوطني للإحصاء، آخر الأرقام خاصة بشهر جويلية 8.2 أعلى نسبة من 30 سنة. نعم. لكن الإعلام راه ينقل حراك، ما يجيبش من الفيسبوك، معنى المعارضة غايبة مصيفة. هذا في الواقع يعني ما يمكن أن يكون، ولكن لما تكون هناك أجندات تخدم يعني ويمثلها والناطق باسم هذه اللوبيات هو الإعلام، هو بعض وسائل الإعلام حتى لا أعمم، والناطق باسم مصالح بعض الأفراد هو الإعلام. كان بالطبع الإعلام هو سلطة، وهو سلطة مؤثرة، وهو يصنع وعي ويصنع رأي عام داخل البلاد يعني، ويوجه في هذا الاتجاه أو ذاك لما له من نفوذ، نفوذ الكلمة ونفوذ الصورة ونفوذ يعني. هل عاجزة المعارضة بعد السنة أن توحد نفسها، أن يكون صوته عالٍ، أن توقف قطار سعيد؟ قطاره لا يتوقف. لا تكفي يعني، المعارضة هي النخبة، هم بعض أفراد يعني، ولكن المؤثر الوحيد والمحرك الوحيد الأساسي اليوم الذي يمكن أن يدك عرش الاستبداد هو الشارع، هو الشعب برمته، مش النخبة، بعض الأفراد أو بعض البيانات من حين إلى آخر تهل علينا على أهميتها وعلى قيمتها.